وصفتنا اليوم فطاير صحية سهلة شهية، حنعملها بطحين الشوفان. يلا مع بعض. للعجين حنحتاج بياض بيضتين، والصفار حندهن فيه وجه الفطاير، معلقتين زبادي، معلقتين عسل، معلقتين حليب بودرة، نص كوب زيت زيتون ورشة ملح. بنخلط المكونات كويس وبنضيف عليهم معلقة صغيرة خميرة وأربع أكواب طحين الشوفان، معلقتين بيكنج بودر وحزمة شبت. بنضيف الشبت وبنعجن حتى تتمازج جميع المكونات. بنضيف كوب ماء بالتدريج وبنعجن. عجينة فطاير الشوفان بدها طولة بال بالعجن، ممكن تستعينوا بالعجان الكهربائي. كل ما أعطيتوا وقت للعجين حتحصلوا على عجينة مثالية متماسكة. بنجمع العجين، بنغطيها وبنتركها ترتاح، وهيك عجينتنا صارت جاهزة. حبيت أحشيها بجبن الفيتا وشرحات الزيتون. احشوها بالشكل اللي بتفضلوه. بنرص فطايرنا بالصينية، بنمسح وجه الفطاير بصفار البيض ومعلقة خل، بنرش على الوجه السمسم وحبيت البركة. بنخبزها بفرن مسبق التسخين على درجة 150 على الرف الوسط. وهيك خلصت وصفتنا، بجد وصفة شهية هشة. أتمنى تكون عجبتكم، وصحتين وألف عافية.